حاجه اختي تسمعي على الكرفس. الكرفس مهدئ بواحد الشكل كبير للاعصاب. الكرفس مقوي، تعطيك القوه والطاقه للجسم ديالك. الكرفس كيقضي على الدهون اللي عندنا في الجسم ديالنا. الكرفس كيحيد لنا او لا كينزل لنا درجه الحراره الا تعرضنا لشي حمى الله يحضر السلامه، يعني ماشي الخزا المخنزه بوحدها. الكرفس كيحل لك مشكل ديال العسر الهضم. الناس اللي كياكلوا الماكله كتقل لهم على معدتهم، عصيره ولا كاس ديال العصر من الكرفس اللي كتكون طريه راه كيحلوا لك المشكل. الكرفس كيعاونونا او لا كيحلوا لنا مشكل ديال الجهاز التنفسي. الناس اللي عندها مشاكل ديال الجهاز التنفسي الا داومنا على الكرفس كنحلوا هذا المشكل. الكرفس ايضا كيحلوا لك مشكل ديال الام المفاصل والروماتيزم بواحد الشكل كبير بزاف بزاف. الكرافس مقوي جنسي للرجال. الكرافس بالنسبه للنساء اللي كترضع كينقص لها الحليب في الصدر ديالها، هذا علاش ما كيتنصحش به النساء اللي كترضع. الكرافس فيه بزاف المنافع، كيف ايضا كينقي لنا المجاري البوليه. الكرافس زوين بزاف الا دخلناه نظامنا الغذائي على شكل عصير اللي كنكونوا تنستعملوا فيه بزاف ديال الحوايج الخضرين، منها واحد المرصو ديال الحامض، منها واحد الطريف ديال البروكولي، منها واحد المرصو ديال الخيزون ما عندناش السكر، منها واحد الطرف الباربه. وكناخذوا هذا المشروب هذا كيعطيك واحد الطاقه طيل النهار كله، هو تتكون واحد الطاقه خرافيه، واحد الطاقه واحد الحيويه للجسم ديالك. يا سلام، تحرق جميع الدهون. الناس اللي كتعاني من السمنه ولا ديك الشحمه اللي تكون متراكمه عندنا في البطن في الذراع في الجناب، راه عليك بعصير الكرفس، راه سحري، راه بحال كدوزي مصلوح على الجسم ديالك. تنستعملهم كرفس طريين او لا حبوب. الحبوب ممكن ندخلهم من نظامنا الغذائي، ناخذهم كملقوع شاي مره مره، او لا نديروهم فوق الشلايط ديالنا، راه زوينين بزاف بزاف. وما خفيه كان اعظم، يعني هاد الحويجات نديروهم بشكل مستمر راه زوينين بزاف. ما كيقتصرش الكرفس على اننا نخدمو بهم في الحريره، لا نستافدو منهم هما طريين باش كنستافدو من دوك المكونات ديالهم وكنخدمونا في الجسم ديالنا. كيف ايضا الكرفس راه كاين كيخفضوا لنا اسميتهم كوليسترول في الدم ديالنا، زوينين بواحد الشكل كبير، كينقيو لنا الدم ديالنا من داكشي الخارج. ما نستهنس بهاد الحوايج هادو، ونتناولوا عصير الكرفس يا سلام على الاقل واحد جوج مرات في الاسبوع حتى ثلاثه. يا سلام يا سلام، من اول استعمال غادي تحسي بالفرق وانا متاكده. وغادي تكتبي لي هنايا الا جربتيه، كتبي لي، دخلي عندي وكتبي لي وقولي لي كيفاش جاك هذاك عصير الكرفس. ما تنساوش انكم تدعموني وتشجعوني في هذه القناه.